عبد الله هو اصغر اللاعبين سنا في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. انا ما بقللش من قيمه مثلا من اول محمد عبد الله لحد كابتن محمد الشناوي، لكن انا بكلمك في وضع عام انت بقيت موجود فيه دلوقتي، وفي وسط ده كله تيجي تلاقي الناس بتقول لك هو النادي الاهلي بيتاجل له ماتش ام بي، او طب انت غلطت وحطيت ماتش ام بي، انت اللي اخطات، انت اللي اخطات، جاي تحمل النادي الاهلي خطا غيرك. انا هنا مش عايز اروح للموضوع، لان بما ان الخطا اتصلح فخلاص مش مشكله، دي مش قصه. لا بس برضه حتى لو اتصلح، بس انت ازاي تحط مباراه زي دي في توقيت زي ده، وفي نفس الوقت الناس تطلع تقول لك ما هو التاجيل ده يبقى بوظ الدوري والفرق الثانيه هتطلب تاجيلات؟ ما انت اديت مساحه لاطراف اخرى بتستفيد بالتاجيلات انها تعمل يعني ايه وضع قانوني ليها ممكن تستفيد منه بعد كده. وبعدين يا استاذ محمد، هو ايه في الموسم الاستثنائي اللي انا عملته؟ عملته ليه؟ لما قلصت عدد مباريات الدوري انا كنت عامله ليه اساسا؟ يعني عامله عشان تدي اريحيه شويه للفرق، اللعيبه الدوليه، الهدف من الحوار كله اللعيبه الدوليه، ان انت تريح اللعيبه الدوليه، اللعيبه الدوليه كانت بتتهلك قبل ما تروح المنتخبات، وده كان بيأثر على مسيره المنتخبات والنادي الاهلي، فانت كنت عامل قصه انك تعمل دوري من 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 دور واحد، وبعدين دوري اللي هو مع 10 تسع فرق وتسع فرق عشان توفر 8 اسابيع، فانت بالتالي بعد ده كله جاي بتقول لي تروح حاطط ماتش بعد ما يرجع من جنوب افريقيا 48 ساعه، باقل من 48 ساعه. طب فين المنطق والعقل وانت بتعمله؟ هنا القصه لاهلي ولا زمالك ولا نادي ولا بتاع، انا بكلمك في المنطق والعقل. مزبوط. رحله 10 ساعات وسط ده كله انت بتلاقي فرقه بتعمل الكلام ده كله. انا اتمنى في يوم من الايام، وانا احنا جايين للقصه دي، لو انت كنت حابب نتكلم فيها عن انتخاب مجلس اداره اتحاد كره جديد، ودي النقطه الاهم في الموضوع، مش قصه تحكيم وحاجات زي كده بس. هنجيلها بس نكمل، بس يعني اتحاد الكره انا مسجلها معايا لان بكره في انتخاب مجلس هيتم اعتماده. بالظبط كده، انا كنت هقول لك على الجزئيه دي في حته وبعد كده نرجع لها، ان القصه مش ان يجي مجلس اداره جديد يطور التحكيم ويطور، لا، توجد العقليه المناسبه لاداره المسابقات بما يتناسب مع نادي عندك. وصل لمرحله من المراحل اللي انت بتقول له رايح ينافس ريال مدريد كده عادي، بقينا بنتداولها عادي جدا، بقينا بنتكلم دلوقتي على قفشه وميسي على مثلا اغلفه اماكن او بتاع. على فكره ممكن يكون الموضوع، على فكره الناس بتاخده كهزار، حتى قفشه